المنطقه بتاعه الاردن وسوريا والعراق لمده ساعه عقبال ما، لان الطيارات دي وطالعه بتبقى بتتوجب بالجي بي اس. ايوه. رغم ان بعض الطيارات المسيره الايرانيه لما اشتغلت في روسيا، روسيا ادتهم جي بي اس روسي. ايوه. ورغم ذلك يعني عايز اقول امبارح المنطقه اللي احنا شايفينها قدامنا دي نعم. بساعتين ثلاثه كان فيها عمليات ما بين ضرب اعمال مضاده بالضرب او الجي بي اس زائد التشويش. نعم. تمام؟ بعد كده طبعا اللي حصل ان الصواريخ دي دخلت، وبرضو اسرائيل تعاملت معاهم بالمنظومه الارو. يعني ان الكلام ده المهم زي ما قلت لك هم 2% اللي دخلوا. ايوه بالظبط. نشوف بقى الصوره الثانيه اللي وما فيش اصابات حتى من ال 2% اللي دخلوا. ما فيش، ده اللي اتعورت في كل الضربه دي كلها بنوته اسرائيليه. بالظبط. اللي اتضربت. أيوة. وعشان كده بتلاقي الشعب المصري برضو النهارده ما سابوش الامم. بس نرجع للصوره دي. يلا. انا انت فاكر لما قلت لك اقصى حاجه هتتضرب في صحراء النقب. ايوه. انها القاعده. حصل. وفعلا اللي أيوة. انت شايفاها دلوقتي، وزي أيوة. ما قلنا امبارح لصحراء النقب فاضيه، واسرائيل سايباها موجوده، وايران أيوة. مش عايزه تهاجم زي ما قلت لك امبارح أيوة. اي مدن عشان تدرب ناس وتعمل خسائر، وده كان اتفاق امريكا مع ايران. ايوه. فعشان كده قاعده رامون اللي هي بالاحمر اللي تحت دي هي اللي اتضربت امبارح. هنشوف الصوره اللي ثانيه، الصوره اللي بعديها اللي هي صوره القاعده اللي هي اتضربت، وبرده ما اتضربتش القاعده رغم ان الصواريخ اللي اتضربت عليها هي مين بوينت تارجت، يعني ممكن تضرب الطيارات ما ضربتش، هي ضربت الاسوار، وكان في بنت موجوده هي اللي اصيبت. أيوه. عشان كده طبعا الشعب المصري ما سابش الموضوع النهارده. ايوه. قال لك الله، ده يوم قاسم سليماني طياره مسيره امريكيه موتت 9. ايوه. ويوم الانصليه طياره أيوه. موتت 16. ايوه. وانتوا طلعتوا ب 320 ما بين طياره وصاريخ. هي بنت اللي اتعورت. أيوه. عشان كده زي ما قلت هي فعلا هي كانت تمثيليه مدبره امبارح في هذا العمل. نعم. طيب. نعم. النهارده العمليه دي خدت 5 ساعات. خلصت. طيب نشوف بقى النتائج اللي حصلت. طيب ايران عملت ايه؟ نقول ايران هي المستفيد الاول من هذا الموضوع لانها حققت هدف لها، وانا قلت لحضرتك امبارح ان هدف ايران هو اداره عمليه محدوده وليست عمليه شامله. نعم. لان لو شامله هتتضرب من اسرائيل وهتتضرب نعم. المفاعلات، وامبارح انا جبت لحضرتك صور المفاعلات. صحيح. والنهارده ايران خلاص تقريبا على وشك انها تنتج القنبله النوويه. فعشان كده النهارده ايران اي انا بعتبر اكبر مكسب انها امبارح الشعب الايراني طلع في الشوارع وبيرقص وبيغني انه ضرب اسرائيل ب 320 طياره وصاروخ. ما هو ده اللي عايزينه كانوا يصدروا للشعب. بالظبط يا فندم. ايوه. اللي حصل ان برضو ايران تجنبت امبارح انها تخش في حرب شامله، لانها لو دخلت حرب شامله هي مش مستعده لها ولا هي قدها وهتخسر كتير. نعم نعم. نيجي بقى لامريكا، ماما امريكا زي ما حضرتك قلت. ايوه. ماما امريكا طبعا امبارح هي فرده طبعا الوحه. هي اللي اثارت العمليه دي كلها. مسكت اسرائيل. قالت لها هتتلقي الضربه الاولى من ايران. وبالمناسبه ايران بلغت اسرائيل بلغت امريكا أيوه. قبلها بثلاث ايام أيوه. ان احنا هنبدا الضربه، ولذلك كان جو بايدن فاكر انها هتتم الجمعه لكن ايران اجلت ليوم السبت أيوه. فامريكا عرفت بتاريخ أيوه. الضربه أيوه. التوقيت والاهداف اللي هتتضرب كمان وبلغت مين؟ اسرائيل. اسرائيل طبعا. وطبعا في امريكا عرفت، اسرائيل عرفت، طبعا انجلترا وفرنسا اللي هم مشاركين عرفوا، الاردن عرف، العراق عرف، ومصر عرفت، وقد يجوز بعض الدول العربيه انا ما اعرفش، لكن امريكا بلغت كل الدول المهتمه. نعم. اذا انت داخله حرب مفيش مفاجاه، ده انت لا 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 زي ما حضرتك قلتي هنلعب الساعة كام؟ بالظبط. أخروها شوية. أخروها شوية مش فاضي. فالعملية عشان كده الناس نفس كل التوك شو قعد النهارده. صحيح. وقاعد بيضحك وبيتريق على اللي حصل. ورغم كده بعتقد يا دكتور سمير إنه إسرائيل هتاكل عيش فين وعلى الموضوع ده؟ ما هو لسه بقى هنخش. أنا قلت الأول أمريكا. تمام. وأمريكا بكده قالت أنا بابا وأنا ماما في المنطقة، زي ما قلت أنا بابا أمريكا، هي أصبحت المسيطرة وتمشي كل حاجة.